ساعات قليلة وتنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب أمام أوزبكستان. اللمسات الأخيرة، الشارع الآن الجمهور يترقب وضع المنتخب كيف سيكون الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدينا فترة طويلة الحين، يعني أسبوعين زيادة بإعداد المنتخب، وانهينا خلاص فترة المباريات الودية وخلاص قربنا، ومثل ما تفضلت ساعات الحمد لله الأمور طيبة. بعد مباراتنا الأخيرة مع تايلاند أكيد المدرب وقف على التشكيلة المناسبة اللي يبدو المباراة، والشباب في أتم الاستعداد وأدوا بأمانة في يعني معسكر أسبوعين، معسكر عمل الصبح ومساء تدريبات، وكملنا نفس الشيء العمل في الشارقة، من جينا على طول تدريبات نفس الشيء صباحية مسائية، والحمد لله رب العالمين الفريق جاهز للمباراة الأولى إن شاء الله. كيف المعنويات اللاعبين؟ يعني ما أريد ندخل بالتشكيلة هذا شيء، بس أكيد المعنويات اللعيبة على أتم الاستعداد، اللعيبة اللي سبق أن مثلوا المنتخب أكيد عندهم خبرة بالبطولة، واللعيبة الشباب الجدد نفس الشيء متعطشين على أساس إن شاء الله يبدوا أول مباراة بالنسبة لهم بكرة، فالحماس واضح عليهم لو لاحظت حتى في التدريبات ما شاء الله من بداية المعسكر هم يعني عاملين شغل بأمانة، يعني حتى لما تجلس معهم تشوف استعدادهم للبطولة. لا الحمد لله جاهزين، كل الجاهزية للبطولة لمباراة بكرة وللبطولة إن شاء الله. بالفعل أنا يعني شاهدت جميل ومجموعة من اللاعبين ومحسن وأيضا فايز الرشيدي معنويات كبيرة حقيقة، يعني ينتظرون هذه المباراة بترقب، خصوصا أنه بعد نتائج اللي صارت، فوز الأردن على حامل اللقب استراليا وفوز الهند بأربعة على تايلاند، والنتائج قرغزستان مع إيران، عفوا قرغزستان مع الصين، سيناريو هذه المباريات، يعني مباراة الافتتاح الإمارات مع البحرين، يعني هذه البطولة الفرق متقاربة. شوف بالنسبة للفرق مثل ما شفنا النتائج أو مباريات الـ 14 فريق لحد الحين، نتائج مثل ما تقول ما مثل السابق. صحيح أنا كنا خايفين بالنسبة للبطولة أن كل ما زاد عدد الفرق ممكن المستوى الفني يكون أقل ولا تكون نتائج كبيرة، لحد الحين الـ 14 فريق بينوا أنه كل فرق والمستويات متقاربة. أكيد ما نقدر نحكم إلا مع انتهاء على الأقل المباريات الجولة الأولى لجميع المجموعات اللي إحنا مجموعتنا بكرة آخر مباريات، فممكن تشوف قوة الفرق المشاركة بالبطولة. كنتائج ما نقدر نحكم نتائج المباراة الأولى، لسه الفرق عندهم مباراتين، ممكن خلال مباراتين يبين كل شيء، لكن كل شيء وارد. أما بالنسبة لنا إحنا نحتاج يعني كجهد كعمل، شباب بأمانة أدوا كل ما لديهم، نتمنى التوفيق في مباراة بكرة، ونتمنى الحظ نفس الشيء يكون معنا في استغلال الفرص للمباراة، ونطلع إن شاء الله بنتيجة إيجابية. أربعة مليون وحلم واحد، 4 مليون هارتس and 1 دريم، طبعا هذا هو شعار المنتخب، موجود على الحافلة التي ستقل اللاعبين إلى التمرين الأخير قبل مباراة الغد أمام أوزباكستان. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني، الجميع مع المنتخب، ونتمنى أيضا الحضور الجماهيري من مقر المنتخب في الراديسون بلو، وفريق الشبيبة متواجد في الشارقة. هيثم خليل لقناة الشبيبة.